تتكتب في انه يعني في سيفيهاتنا ان احنا حققنا حاجه لصالح النادي الاهلي، وده يشرفنا جدا بيني يعني. وبينك كده، مش ندمان انك اعتذرت عن قبول منصب عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، وانك استمريت في شركه الكوره بالنادي الاهلي برضو اتحاد الكوره وهيلمان وبرضو ميديا وحاجه جميله ورئاسه بعثات واشراف على منتخبات ومتواجد باستمرار شركه الكوره في الاهلي. طبعا الاهلي هو الاهلي بنجوميته باعلامه بكل شيء، لكن مزيدا من الضوء، الله يرحمه استاذ ابراهيم حجازي كان برنامجه خارج دائره الضوء، لانك في اتحاد، لكنك في اتحاد الكوره داخل دائره الضوء. مظبوط. لا انا لا ما فيش ندم والله يا كابتن خالص. نعم. انا اولا يعني اولا كل حاجه كل شيء يعني ربنا يعني بقدر يعني. لكن انا كنت متحمس يمكن اكتر شويه لتجربه الجديده مع مجلس الاداره الجديد. ليه؟ حاسس انه مع مجلس اداره جديد في النادي الاهلي، مع مجلس اداره جديد في في النادي شركه الاهلي. الكوره. نعم. وبعدين في نقطة ما ينفعش أنا أغمض عيني عنها، في إنه الكابتن خطيب قعد معايا وقال لي أنا شايف إن أنت تكمل شركة الكورة، فده دي ثقة زائد ثقة طبعا المهندس هاني. نعم. لكن في الآخر هما الاتنين، وخصوصا المهندس هاني قال لي يا أحمد أنا مبسوط إنه في ثقة فيك في النادي الأهلي، نعم فخلاص نعم فخلاص خليك يعني. وده يعني بالنسبة لي كانت نقطة أنا كنت حابب إن أنا أكمل شوية في شركة الكورة، إن أحقق حاجة أكبر ان شاء الله يعني مع المجموعه الجديده اللي انا ان شاء الله يعني متفائل بيها خير جدا يعني. خطة. طبعا لسه قول لي ابرز ملامحها، عشان ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه اذا ربنا اداني واداك العمر، يعني لما اجيبك السنه الجايه فاقول لك انت قلت 1 2 3 4، ايه اللي اتحقق منه يا ترى؟ الخطه يا كابتن هي ببساطه الملامح او يعني الخطوط العريضه فيها اللي احنا دايما كنا بنتكلم فيه حتى النهارده، هو ان انت ازاي تعمل مداخيل دولارية أو بعملة أجنبية نعم. للنادي الأهلي. أنت عندك اسم النادي الأهلي، اسم كبير جدا لحد دلوقتي من وجهة نظرنا ممكن مش مستغل قوي في السوق الخارجي، مستغل كويس جدا نعم. في السوق المحلي، مش مستغل بشكل كامل في السوق الخارجي. فدي من أحد أهم التحديات اللي احنا لازم نشتغل عليها عشان أتخيل إن دي هتدخل لنا أرقام كويسة جدا جدا. حتة التكنولوجي في الرياضة لسه مش مستغلة بشكل كامل، والنادي الأهلي صحيح. هيبقى رائد في الحته دي، واتوقع ان هيحصل فيها طفره كبيره جدا جدا الفتره اللي جايه. حته الاكاديميات زي ما قلت لحضرتك، ازاي تعيد طريقه بيعك للاكاديميات او لحقوقك كاكاديميه بره مصر، وان شاء الله يمكن قريب هيعلن عن حاجه كده دون الدخول في تفاصيلها دلوقتي يعني. دي خطوط عريضه. تفعيل حقوق الرعاية هنا بشكل أكبر، إزاي تعرف مش تفعيل حقوق الرعاية بس، كمان إزاي توسع العلاقات مع الرعاة الحاليين بتوعك، وإزاي تعرف توصل لمساحة مشتركة فيها استفادة للطرفين بشكل أكبر. الفترة الجاية دي من أولويات المهمة جدا جدا بالنسبة لنا. شراكات مع مؤسسات أجنبية سواء في حقوق الرعاية أو غيره من الحاجات المهمة جدا جدا، لأن احنا شايفين انه الأهلي كعلامة تجارية لازم اسمه يفضل مقترن بحد في نفس الحجم. زي مين؟ مش هقدر أقول أسماء دلوقتي إلا لما يعلن عنها بشكل رسمي، يمكن خلاص حاجات يعني مع في أندية أوروبية؟ لا مش أندية، لا أنا بتكلم مؤسسات. في مؤسسات ليها علاقة بالرعاية وما إلى ذلك، حلو أوي. فإن شاء الله يعلن عنها في مؤسسات قريب. أجنبية؟ أه على إمتى؟ فكرة أنت ما أنت عندك شركة الملابس الرياضية بتاعتك، ما دي مؤسسة أجنبية، وعندك الإعلان الأولاني بتاعك، يعني وعندك بالظبط يعني بنك أبو بالظبط ظبي الأول، ما هو بالظبط يعني ما دي يعتبر يعني هنا ده يعني يعني ده حقنا فأنت كنادي أهلي هنتكلم يعني. تفعيل ده بشكل أكبر الفترة اللي جاية أعتقد أنه على رأس أولوياتنا كشركة. افهم كان في رعاة جدد هيبقوا موجودين النادي الاهلي؟ خلي بال حضرتك الرعاة، عشان الناس بتترجم الراعي انه لازم اسمه يتكتب على لا لا مش لازم، قول لي قول لي نوع الرعايه الجديده لا ممكن يعني يبقى في ايه؟ حاجات كتير يعني، احنا بنمضي دلوقتي مع احد الرعاة الشركات الاجنبيه اللي عنده مؤسسه طبيه رياضيه كبيره جدا جدا بره مصر. انت بتحط اسمك جنب اسمه، بتعمل كونتنت ما بينكم انتوا الاثنين كاسماء كبيره بتشتغل بيها كبروجكتس على السوشيال ميديا والبلاتفورمز بتاعتك، حلو. بتعالج اللعيبه بتاعتك كتاهيل ده غير اصابات. اللي بتاعت الذكاء الاصطناعي اللي الاهلي اعلن عنها لا من لا دي فتره. حاجه تانية خالص. نعم. بتاهل اللعيبه بتاعتك طبيا بره، انت اللائحه بتاعتك بيتصرف ارقام كبيره جدا جدا على اللعيبه اللي بتسافر كتاهيل، فانت بتوفر كل ده بتوفره. طبعا. والاهم من ده انه تاني انت بتحط اساس يا كابتن لان اسم الاهلي لما يتحط مع شراكات اجنبيه بره مصر، طبعا. انت بتاسس لخطوات قدام ان انت تقدر يعني
تجذب رعاة من بره بمداخيل جديدة.